اهلا بكم سليمان. رمضان هذا يفار بالخير وين سليمان ولا شويه سليمان بالنسبه للشر زاد 50 درهم الصمطه والسرق زاد 60 درهم والصدغه 70 درهم ولا شويه اسوق الخير ما يفاط ربي ولكن بالنسبه لسليمان ولا شويه اللي قبل زعما يقول لك مدنا حتى وين سليمان نزل بالنسبه يقي غير ساعه نص راه كان غتخدم مدنا ما تين مدنا تين مدنا الرواتب دروس يتنكم تيقلا كانت 22 ولا 21 ثلاث ديال رمضان نيت لا 280 300 على الصباح 350 شوية درهم 13 18 برتق ليه جيت رمضان الى ميكن زيادة وكان بالنسبه للمارشي سليمان سريلا 260 يقدر نزيد 300 غصاد 260 10 دراهم ايوا طلع الصوره ريسكا 60 درهم الميرنا ريسكا 60 درهم قيمرون اثمنه سرين 300 درهم كوكروج 25 درهم لاباطيش 30 درهم اوراق 25 لبوني 30 درهم سليمان كاتين الاجواء الاول رمضان رخصت شويه يدور السوق قيرات نكازاد الرباط دوفلان هذه لا يمكن الغلا شويه انا قدام المارشي بيقول الا قيس كرقات تسليح كرقات الحاجه الا الشب الا السمطه الا السمطه الا قمرون الا الميرنا كل شيء يفكر بالخير يفكر الا كل شيء موجود الا الشنقر الا السدير السدير كاع هو قادر اللي ويفني هو قادر يسوى 5000 ويفني سوى 4000 هو 260 ثمن مناسب هاي قصدي الحاج المليح الرواقه البسطيله من العام للعام كنجيو لهنا كندير لهم الورقه مولا نص كيلو مولا رابعه كنحضر لهم الورقه حاجه ما حاجه مزيانه اسيدي ملكم واش مبروكه يا
رمضان مبارك. ولا تمنى رمضان يفكر بالخير. يبي فلا 8 دراهم أصبغ الكورجي 3 دراهم أو ظالم بوفرو 2 دراهم إلا السوق أو البناني لا 10 أو التفاح 8 دراهم 13 دراهم السويلة 7 دراهم 3 دراهم الدلاحيلة 3 دراهم ما بقى لا قبل يفكر بالخير من بلا لا يجعل البركة تحركات لا دار رمضان لا بدا يس الخير ريتيرياتنا غير كاين كون نخطفوا لك يجعل البركة نخطفوا لك 100%. Arisa Allah.